مشاهدينا ده معادنا مع جولتنا في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. معنا يا سحر أستاذ صبري الجندي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. أنا سعيد أن أنا معكم النهاردة. ميرسي يا فندم. طيب بداية من جريدة المصري اليوم هنبدأ بحدث الأمس. الرئيس يصارح الشعب في أزمة الكهرباء وبيقول إن الصبر نحتاج ل 12 مليار دولار وأعذر المواطنين والمشكلة لن تنتهي بين يوم وليلة. وزير الكهرباء بيقول إن مشروع قانون تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنتاج الطاقة بمنح أراضي وإعفاءات جمركية. طيب بداية كيف ترى اختلاف هذا الخطاب أو اختلاف خطابات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من فكرة المصارحة والمكاشفة للشعب المصري بأزماته اختلاف عن الخطابات السابقة للرؤساء السابقين؟ أهم حاجة فيما خرج به الرئيس امبارح على الجماهير أنه اعترف بأن لدينا مشكلة، والاعتراف بوجود مشكلة أول خطوة لحلها، لأنه إنكار المشاكل أو إنكار وجودها بيصعب من الحل أو بيضخم المشكلة نفسها. فأول حاجة إيجابية الاعتراف أن هناك مشكلة. ثم الرئيس قال امبارح إيه اللي ناوي يعمله هو والحكومة عشان تتحل المشكلة وإيه البعد الزمني لحلها. هنا الاختلاف، يعني هنا الطريقة الجديدة اللي كنا طول عمرنا بنقول اطلعوا قولوا لنا إن في مشكلة هتاخد كذا فلوس وهتاخد وقت قد كده عشان الناس تهيئ نفسها للتعامل مع استمرار المشكلة، شهر اتنين تلاتة سنة. لكن الخطاب كمان إيجابيته مش بس في المصارحة ولا الاعتراف بالمشكلة، الخطاب إيجابيته في أنه يقدر أن المواطن له حق المعرفة. يعني الرئيس والدولة والحكومة بتعترف ضمناً أن المواطن له حق في أن يعرف وأن المواطن له حق في المشاركة. ليه؟ لما أعرف حجم المشكلة هستحملها وبالتالي مش هبقى ضدها، مش هقعد أقول إمتى ترجع الكهرباء والدونة مش عارف إيه ويخرب بيت مين وما يخربتش مين. مش هعمل كمان حاجة الآخرين عايزينها، إني أبدأ أزهق، ولما أبدأ أزهق أبقى سلبي وما حسش أن هناك تغيير حدث، وبدل ما أيد التغيير أتراجع عن التأييد. وهذا هو المطلوب. تمام. سد الثغرة. طيب ننتقل من جريدة المصري اليوم إلى جريدة الوطن. خبر يقول أخيرا علماء مصر في الرئاسة، السيسي للشعب، نخوض حرب وجود والاستعانة بكبار العلماء لوضع استراتيجية المستقبل. تعليق حضرتك. لو تذكري حضرتك إحنا كان عندنا أيام الرئيس المؤقت المستشار الجليل عدلي منصور مستشارين علميين لرئيس الجمهورية. عايزين نعرف المستشارين دول عملوا إيه، وهل بالفعل نحن في حاجة إلى هيئة استشارية علمية تحط استراتيجية، ولا مجموعة أسماء يتم اختيارها يلقى عليها الضوء وتبقى معالي المستشار راح، معالي رئيس الهيئة الاستشارية جه، معالي الفلان جه. احنا انا واثق في انه المجلس الاستشاري لعلماء مصر هذه المرة تحديدا هيكون له دور، وانا واثق انه هيشتغلوا، بمعنى انه مش هفرح باني عندي الدكتور غنيم وهو قامة علمية رفيعة عضو مجلس استشاري من غير عمل، مش هفرح انه الدكتور زويل اللي الناس بدأت تختلف عليه يعود إلى الأضواء بدون عمل. يعني الدكتور زويل فقد كثيرا لدى المواطن المصري من مشكلة جامعة النيل. لو معلش دكتور، يعني تزامن هذا القرار هيئة مع الأزمات اللي تمر بها مصر، هذا يعني ربط وتزامن مع حل المشكلة، يعني دي هيئة علشان تساعد في حل المشكلات الموجودة في مصر. بص حضرتك، احنا عندنا المشكلات والتشخيص والحلول جاهزة، انت محتاجة إرادة سياسية للتنفيذ، والإرادة السياسية الآن أصبحت متوفرة.
يعني لدينا رئيس يستطيع أن يأخذ قرارا في حل مشكلة ما أو اقتحام مشكلة ما. الآن الإرادة السياسية متوفرة. أنا أرحب بهذا المجلس بشرط أن يكون له دور حقيقي، وأن يخرج علينا هذا المجلس مش بإعادة اختراع العجلة. يعني المشاكل معروفة، قولوا لنا حلولها، قولوا لنا هذه المشكلة حلها في كذا. بدون قطع كلام حضرتك، يعني الرئيس السيسي عودنا من أول يوم طلع خاطب الشعب فيه يوم 3/7/2013 وإعلان خارطة الطريق، إنه ما بياخدش قراراته بنفسه، لا يعني يعني بيشارك فيها الأمر شورى. يعني هو عودنا وعود الشعب المصري كله أنه بيشور من حوله من ذوي الخبرة والكفاءة. أنا مش معترض على، بالعكس أنا سعيد بيه وسعيد بهذا المنهج، لكن أنا بقول أنه إحنا مش في حاجة إلى أن إحنا نعلن عن تشكيل أو تكوين مراكز أو مجالس. عندنا المجلس الأعلى للصحافة، وعندنا المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعندنا المجلس الأعلى مش عارف للإيه. إحنا عايزين المجالس دي يا إما يتم تفعيلها يا إما نشوف لها حل، لأنه هذا المجلس الأعلى أيا كان اسمه وأيا كانت الجهة اللي هو مسؤول عنها، معناه فلوس وعربيات وسواقين وسكرتارية وتليفونات. أعتقد في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي مفيش حاجة مش هتبقى، هو ده اللي احنا عايزينه يعني، وهو ده اللي أنا بطالب بس بيه. ما بتعملش حاجة، أنا عايز ده وبطالب بده. وأنا متأكد أن الرئيس لأنه يملك القدرة على المتابعة بالزبط، وعلى أنه يشغل اللي حواليه ويشتغل معاهم، أنا متأكد من هذا. بس برضو بحذر أنه مش بالضرورة يكون الرئيس هو اللي مش هيفعل، لكن الناس نفسها ما تاخدش الأمر بجدية وتفرح إنها أعضاء في مجالس قريبة من الرئيس وما تشتغلش. أنا بخاطب الناس مش بخاطب الرئيس. طب ده على مستوى التخطيط أو الاستراتيجيات اللي توضع لحل هذه التمويل، هل هيواجه مشكلة؟ طبعا احنا كل المشكلة الآن زي ما قال سيادة الرئيس امبارح، كل المشكلة فلوس في بداية التنفيذ لأقصد إتمام المشاريع. ما هو انت عشان تنفذي مشروع حضرتك عايزة تشتري شنطة، لو ما كانش بجيبك تمن الشنطة مش هتنزلي تشتريها. فلازم تضمني انه على الاقل يوم ما تفكر تشتري حاجة فلوس هتبقى جاهزة. يعني انا امال احنا بنحوش ليه وبنعمل جمعيات ليه؟ عشان اللي انا عايز اشتريه يبقى فلوسه معايا، لكن ما ينفعش. طب يعني هو استفسار بس من حضرتك، هل السياسات الاقتصاديه لاي دوله فيها ضمانات؟ يعني انا اقدر اضمن اي استراتيجيه او سياسه بحطها، من حتى الاستراتيجيه نفسها مش ممكن يبقى فيها ثغرات؟ في ضمان لده في الدول؟ طبعا طبعا. هو انا لما بحط خطه استراتيجيه، بلاش خطه استراتيجيه يا ستي، انا عايز ابني بيت، بلاش دوله، يعني اعتبري الفرد ده جزء من الدوله. تمام. عايز ابني بيت، مش بيروح يجيب الارض ويجيب مهندس استشاري يرسم له البيت، يعمل له التصميم الإنشائي، ويجيب مهندس تاني يعمل له التصميم المعماري، ويجيب المقاول اللي هيبني له. مش كل دي بدايتها فلوس؟ يعني هشتري الأرض بكام؟ بفلوس. هجيب مهندس يدفع له أتعاب، هجيب مهندس تاني يدفع له أتعاب، هجيب مقاول أتعاقد معاه. فلو أنا ما عنديش الفلوس دي، على الأقل يبقى عندي فلوس البدايات اللي أقدر بيها أشتري الأرض، اللي أقدر بيها أجيب مصمم. فالمشكلة في التمويل. والرئيس امبارح قال بالحسابات انه المحطة بتاعت الكهرباء عشان ابنيها محتاجة كذا، وعشان تشتغل محتاجة كذا. امبارح مثلا بالليل بعد تعليقا على مصارحة الرئيس للمواطنين، كان هناك علماء في احدى القنوات، احدهم متحمس جدا لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتاني متحمس جدا ضد الطاقة النووية. الخلاف هذا لازم بقى المجلس ده، مجلس العلماء ده، يقعد يحسم الخلافات ويتوحد على رأي واحد، ويبقى رأيه العلمي واحد يفيد البلد. يعني أنا أعرف حضرتك دلوقتي تطلعي على التلفزيون زي ما أنا دلوقتي مع حضرتك دلوقتي بقول هذا الشيء خطأ، يطلع واحد بعد دقيقتين واحد في نفس المكان يقول لا صح، خلاص الناس تصدق مين في الاثنين؟ مصلحة الدولة، مصلحة الدولة هي مصلحة المواطنين مش الدولة. لأن الدولة جزء منها، يعني هي الدولة دي هم مجموع المواطنين. فمصلحة الناس هي اللي تحسم
قرار الدولة. نعم تمام. وقرار الدولة ده اللي بياخده الرئيس من خلال زي ما قالت الهانم من خلال الشورى أن يستشير الآخرين. تمام. والمجلس ده مجلس رئاسي للعلماء، مهمته مش أنه يشور، أنه يضع سياسات واستراتيجيات لمشاكلنا. طيب المصري اليوم عندنا خبر تاني، مصادر أمنية بتقول استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية بشمال سيناء. أستاذ صبري شايف يعني سيناء إزاي، وخاصة أنه كل يوم والتاني عمليات إرهابية على الرغم من تكاتف جزء كبير جدا، مش أقول كل القبائل الموجودة في هذه الأماكن مع القوات المسلحة والجيش المصري. استغرفين يعني البعض بيتساءل على الرغم من كل هذه الجهود الأمنية ومحاربة الإرهاب وتأمين الحدود بشكل قوي، ويعني مفيش ادخار جهد في هذا الإطار من الجيش والقوات المسلحة، حضرتك شايف الاستراتيجية الجديدة هل من الممكن أن تأتي بجديد أو عمليات جديدة من الممكن أن يتخذها الجيش المصري في هذا الإطار؟ شوفي حضرتك، عايزين نتفق على حاجتين مهمين. الأول، الأولى إن عمر ما الإرهاب في أي حتة في العالم هزم دولة خالص، نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه في رفض من المواطنين العاديين لهذه العمليات الإرهابية بالضبط، وده شيء مساند، هذا الرفض مساند للدولة في جهودها لمحاربة الإرهاب. تمام. تخيلي مثلا لو إحنا لا قدر الله زي ليبيا أو زي العراق أو زي سوريا، كان الإرهاب ده هياخد سنوات طويلة. فالنقطتين دول يخليك تقولي إنه اطمني، مهما حدث من عمليات فالإرهاب لن ينتصر على الدولة ولا على المصريين، دي واحد. اتنين، انت حضرتك مش عارفة الإرهاب ده امتى هيضرب ضربته ولا فين، لكن لو بتحاربي جيش في خطط عسكرية مقابلة خطط عسكرية، في جيوش دبابات مقابل دبابات، طيارات مقابل طيارات، في مصرع عمليات انت بتشتغلي عليه. تمام. لكن في الإرهاب انا ممكن ادخل عمارة ماسك كيس كده في ايدي، اروح سايبه وماشي، تنفجر، تقع العمارة او تولع. يعني هل تتخيلي انه مهما اوتت الدولة من قوة ومن فكر ومن علم ومن سياسة عسكرية او خطط عسكرية تقدر تقف قدام واحد ساب كيس على محطة مترو مثلا ومشي؟ يعني لا طبعا، بعدين الوضع مختلف، يعني احنا اللي احنا شايفينه دلوقتي حقيقة على ارض الواقع مختلف تماما عن جميل. فعشان كده بطمنك انه الارهاب رغم انه هياخد فترة، وقعت تتصوري زي ما قال الرئيس امبارح انه هيتقضي عليه بسرعة، والفترة دي قد تطول او تقصر، ولكن نسبته بدأت تقل تماما. لا، ومش بس النسبة، الفاعلية. يعني فعاليته بالزبط. انه يحط قنبلة مولوتوف او قنبلة محلية الصنع تعمل لها مش عارف، هو بس يهمه الضجة، يهمه الضجيج، يهمه انه التواجد، مش التواجد، الاعلان عن انه انتوا مش هتهنقوا. يعني هو بيقول كده، وبيقول كمان لكن يعني ده ما بيأثرش. انت عارفة حضرتك مثلا يعني يطلع يقول ايه سلسلة بشرية لرفض مش عارف ايه، تطلعي تبص على السلسلة دي على 14 واحد، تلاقي 15 16 20 واحد بينه وبين التاني 200 متر وماسك يافطة، فين السلسلة البشرية؟ يعني نحن ان شاء الإرهاب الله نفسي، يعني هو بي 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 بيعول على الإرهاب النفسي او تصدير صورة على الترهيب غير حقيقية، هو بيرهبك بيخوفك. خلاص، هو عايزك تحسي انه لما تنزلي، وده يبقى نجح فيه لو احنا عملناه، لما تنزلي تفتشي عربيتك تحتها احسن يكون تحتها حاجة يوسوسك، لما تركبي اوتوبيس تبقي خايفة احسن يكون فيه كيس تحت الكرسي، لما تروحي مستشفى تبقي خايفة احسن تكون فيه حاجة كده. هو اذا نجح في هذا يبقى نجح. لكن المصريين على فكرة جبابرة وفراعنة، يعني بعد ما تلاقي القنبلة لا قدر الله يعني انفجرت، تلاقي الناس في خمس دقايق في الشارع ولا كأنه حاجة حصلت. تمام. فهذا هو الظهير للقيادة السياسية وللحكومة في حربها ضد الإرهاب، إن الناس ما بقتش تخاف، ما بقتش حاسة إنه ما يحدث يؤثر على حياتها بشكل
يشل الحياة المصرية. طيب. حياة مستمرة. أستاذ صبري ننتقل لجريدة الوطن. مميش يقول بدأنا المرحلة الصعبة بالحفر المائي في القناة، والبنك المركزي يسمح ل 36 بنك خاص ببيع شهادات القناة اليوم، والتموين توزع 35 طن سلع غذائية مجانا مجانية على العمال. يعني التركات بدأت بالأمس في قناة السويس الجديدة. دي بالفعل زي ما قال الفريق مهاب مميش، أنا رحت القناة وشفتها مرتين. دي المرحلة الأصعب لأنه المية بدأت تبقى موجودة، معناها أن القناة ولدت. تمام. وأنه معدلات التنفيذ اليومية تفوق الجدول الزمني، وقد يكرمنا ربنا ويكرم المصريين وتبقى القناة جاهزة قبل 11 شهر إن شاء الله. يعني هم قالوا 12 شهر وبعدين دلوقتي بيقولوا 11 شهر، وأنا أتوقع إن شاء الله أنها تبقى كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، البنك المركزي سمح للبنوك الخاصة إنها تشتري لصالح عملائها. بالظبط. مش إنها تفتح الباب لعملائها يروحوا يشتروا من عندها. الشراء ما زال قاصرا على البنوك الأربعة، لكن تيسيرا للناس هتشتري لعاملها. يعني هي هتشتري من البنوك المصدرة الأربعة، أي بنك يشتري لعميله. يعني أنا أدي أمر للبنك بتاعي أقول له من فضلك بدل ما أنا أروح اشتري لي 100 شهادة، فهو هيتولى هذا بالنيابة عني. وده عشان توقعات لزيادة الإقبال. بالزبط. وعشان كمان الفترة اللي البنوك الأربعة بيشتغلوا فيها ما تطولش. يعني بدل أربع بنوك بيشتغلوا لمدة 20 يوم، لا ده 36 بنك يقدروا يشتغلوا لمدة 5-6 أيام. وأنا أعتقد أنه 60 مليار هيضغطوا في فترة قياسية إن شاء الله. وجانب روحاني حلو قوي، يعني تسمح لي أقوله أنه حتى طلاب المدارس وأطفالنا الصغيرين عندهم القدرة حتى على شراء شهادات الاستثمار 10 جنيه و100 جنيه. يعني فده تربية نشأة على انتماء وطن. بالظبط. أنا معاكي. أنا أولا أحيي رؤيتك، لأنك لك رؤية جيدة وأنا سعيد بالحوار مع حضرتك يعني. لكن خليني أقولك كمان، بس مش بس الانتماء، الإحساس بأن دي بتاعتنا، مش انتماء للبلد، إحساس أنه هذا المشروع بتاعك، أنت جزء منه. أنت تاخدي الورقة دي ب10 جنيه وتخليها لأولادك أو أحفادك، تقول له أنا اشتركت. أنت عارفة لغاية دلوقتي لما تعمل مصنع الحديد والصلب والناس اشتروا السهم ب50 قرش ايامها، انا شخصيا والدي مات سنه 72 ولغايه دلوقتي عندنا اسهم ورقها اصفر. احنا سعداء ان احنا شركاء في التنميه. هذا المشروع سوف يعود عليك وعليا وعلى اي حد، وعلى الاطفال اللي بيشتروا يا استاذ صبري ب10 جنيه بالخير ان شاء الله. نعم. احنا في نهايه جولتنا الصحفيه بنشكر حضرتك الاستاذ صبري الجندي، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريده الاهرام. اهلا وسهلا. شكرا ليك وشرفتنا في قناه النيل. وانتوا كنتوا اسعدتوني بان اكون معاكم النهارده. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا ليك. ونشكركم مشاهدينا الكرام، كانت معاكم سحر صبري ونجلاء الجعفري. كان النهارده يوم من صباح جديد، وبكره يوم جديد وفريق عمل جديد. الى اللقاء. We'll be right back.